كاين وضع اجتماعي مقلق ويجب التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يجب التدخل لإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار، وعلى الحكومة أن ترجع للحوار الاجتماعي ولكن بشكل مسؤول، من أجل أن مصداقية الحوار الاجتماعي هو الترجمة ديال الالتزامات. لا ما يمكنش نسمحوا في كل إجراء تم توقيع عليه من طرف الكونفدرالية الديمقراطية الشغل. الضرورة كتفرض أمام نسبة التضخم، أمام ارتفاع الأسعار، على الزيادة العامة في الأجور وعلى مراجعة حقيقية للضريبة على الدخل. ما يمكنش نسمحوا أنه الشركات يستافدوا من الضرائب ومن الإعفاءات ومن التخفيضات، والطبقة العاملة تبقى كتأدي الثمن لا في الأسعار ولا في الضرائب. إذن رسائل واضحة، التزام بتنفيذ كل ما تضمنه اتفاق 30 أفريل، واحترام الحريات النقابية والترجمة ديال الميثاق للحوار الاجتماعي، والتدخل من أجل دعم صناديق التقاعد، وبأنه الطبقة العاملة موظفين أجراء ما يمكنش يأدوا تكلفات سوء تدبير هذه الصناديق أو ضرب المكتسبات. القانون المالي لم يأتي بأي مكتسب. هذاك الإجراء البسيط ديال حنا تنقولهم هذاك 2 مليار ديال الدرهم اللي جابوها ديال الضريبة، يعطيوها الله سمير باش تخدم وتشتغل ودير المخزون الاستراتيجي وتخفض الأسعار. أما الضريبة الحقيقية خص مراجعة الأشطور. ما يمكنش الشركات كتنزلوها من 31% ل 20% والطبقة العاملة تأدي حتى 38%. ما يمكنش أصحاب الأسهم، الطبقة العاملة ما عندهاش الأسهم، يخفضوا لهم من 15 ل 10%. اللي عندهم الأسهم اللي كيربحوا في الأسهم، والطبقة العاملة تأدي الضريبة من بعد بأشطور مجحفة. خص مراجعة، بأن القانون المالي اليوم كيمر في إجراءات لصالح رأس المال. أنا قلت لهم اليوم راه يحتفلوا أرباب العمل، لكن شي واحد هما لم يتوقعوا حتى تلك الإجراءات اللي قدمت لهم الحكومة. راه نهار ديسمبر راه يشعلوا الشمع على الضرائب اللي استفدوا منها، والعام الجاي يستقبلوا أرصدة جديدة. نقول كفى من هذا لا توازن. العدالة الاجتماعية خص إعطاء مكانة للطبقة المتوسطة، هي المؤمن وهي المحرك الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الطبقة الاجتماعية، لأن الأمن الاجتماعي أهم من الأمن اللي كان اللي حاضر اليوم.